الصابونة وعم ترغي. شوف الرغي عم ينزل بعد بعدني. يلا هات. شفت كيف صبت العس عليها؟ ابو نجيب انا قبل شهرين ثلاثه ما بحسن بشتغل. ها سيدي، يعني قبل ما تنكسر رجلك كنت تشتغل؟ اللي بسمعك بيقول الشغل مقتل بعضه. اخ يا ابو نجيب، اخ ابو نجيب. تعال لا افتح. ابو نجيب قبل كنت كل 10 ايام اشتغل لي شغله طالع لي 500 ليره، اما هلا حصرتي. شكرا كثير يا سيدي. وهلا بيمشي حالك يا بديع. تفاءلوا بالخير تجدوه. يعطيك العافيه يا سيدي. يا سيدي هلا اقتنعت انه الشرطه في خدمه الشعب يا سيدي. يا معي طول بالك عني شو بيصير؟ هيك بدالي حركتني. انت ماشي على بيت شو عامل؟ استعجل لك شوي. الله يعين نسوانك عليك، صاير انك جهل. وليش يعني وليش هيك؟ الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. ما في غير بتوعد دوم ما تشعل صباطك تعبك. بعد لي شوي بعد. يعني بدك الصباط عم يطلع من رجلي يعني امشي حالي يعني. روح. ايوه. منيح هيك؟ منيح، فادش مالك شوي. ها؟ شو السر هذا؟ عرمانة. شو الاستبقاد هي؟ سوء على مهلك، حاجة تشطيب. أنا ما عم تشطيب، بس الطريق كله بطبات وحفر. إذا طلع المطب انزل بحفرة. هلا لا تحط لي حجة إلا طبات والحفار، صلاتك وتهوي. يا سيدي، مو هوا من صوتك. تي علي، تي على هالزمن عم يخلي واحد مثل هاني يتحكم فينا. تي عليك أنتِ. أنا الحق علي سحبتك من المستشفى لهو. بيتك يا هاني، تعال وين رايح؟ أنا رايح على البيت. لك فوتني لجوا. ما بدي فوتك، بدي اخلي الشمس تحرقك حرق هون. انا هاني مو حقي. الله يخرب بيتك يا لا 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 لا. خير ابو طمزه، شو صاير لك؟ هذا المسروع تركني ومشي. بالظاهر حكيت لك معه شي كلمه ام حريت. ما قلت له شي، قلت له تفو. هلا حكى ولا ما حكى؟ هذا رجال عطيله، ما بيجوز نحاسبه على كلامه. تعال حطك بالعربه. يلا تعالوا شيلوا معه. تعالوا ساعدوني. فضلك ما حيث علي. اخ اخ وقت بدنا جوني اخ. شو بدي اتدفع لاجك؟ كلكم وعيونكم شلون صاروا بهاللون؟ انا ما عم شوف. انا تقلت. انا ما عم شوف. انا عم شوف. استموني كلهم عدوا ما عم نشوف قلبي. هلا شيل عنا الضغطنا. هلا الواحد اذا بده يقوم كيف بده يطلع والمحل ضيق؟ وليش بدك تتبذر تقوم؟ شو بدك تعمل؟ يا عم شو عليكي؟ ان شاء الله بتموتي وما بلاقي قبر ادفلك فيه. يعني ضروري الواحد يطلع مشان هذيك الشغله. في مليون شغله وشغله مشانها بيطلع الواحد. اي مو مشكله، وقتها بزحلك انا. لك من الاول قلت لك نامي انت هون وانا بنام هنيك. انت رجلك ما بتحسن تدوسي عليها، بس انا بحسن ادوس عليها. صاي صابونه بتجي زاحله وعم ترغي، بس انا بحسن ادوس عليها لانه انا رجال. قولي بدكم شيء قبل ما نمشي؟ زكاتك بس ترجعي جيبي لنا معك كيلي نعتازة. عذبناكم مانا، يسلموا الايدين. لا ولو عذابكم راحة. إذا بتحتاجوا أي شيء قولوا لنا. قولي. بدي مرتي. أنا ما عم شوف شو صار لعيوني، بعدين لونهم هيك ليش هيك صاير؟ صاير خضر. ما من كثر ما عم تخلطي فاصولي مرتي. لا الله يرضى عليك. انت حاسه بشي؟ مثل ما انك حاسس. شو حاسس؟ انت شو حاسس؟ انا حاسس بوجع. وانا كمان. كتير. 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 قد ايه؟ مثل ما انت موجوع.
قولي قولي هون؟ ايه هون يسلموا ايدي. على انو غرفة؟ هديك هونيك. ايه هونيك 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 ليش وقفت اخي؟ تعبت، خليني اخذ نفس. بعينتك بتدخن كثير. ايه شلون عرفتي؟ لانه كل مترين بتوقف تاخذ نفس. صار لي زمان عم بقول بدي بطله بس ما عم تزبط. اخي هلا لو اجينا بتاكسي من المستشفى لهون مو كان اريح لك واريحني؟ ما بقدر، امنوني وصلك لهون بنفسي. بعدين هدول الشفرية ما بيتامن لهم ولو انا منهم، بس يشوفوا وحده حلوه بتشط ريالتهم. اي مو ضروري، كنت طلعت معي احسن ما تعب حالك. والله زعلت علي. والله ما اجت على بالي. لسه ما ارتحت اخي. باقي دقيقتين. ايه باقي مترين ونوصل. ايه هن اخر مترين اصعب مترين. كم ماشي فيني منيح خليني فوت دق الباب. يلا ليش تدق الباب؟ ما في داعي، اتفش دفش. لحالك بالبيت؟ لا، جوزي جوا مكسور هو الثاني، بعث لي الله. متجوزه؟ متجوزه؟ وزيزون وزيزوني هون. اخ ضهري، رجعوني على المستشفى. تقتلوا هو والشوفير. شو انا مالي شغله غيركم؟ ظهرك على شعره رح ينكسر وحوضك ثلاث شقف ولساتك عم تخاني؟ كان حاضنها بين ايديه وشاحطها، الله لا يعطي العافيه. يا شفي في مليون حل غير الخناق. طلق. شو طلقني؟ لكن يا عبدو اربع خمس اشهر زياده بالفرشه احسن. لا يطلق ولا يخانق، الرجال ما عمل شيء. لكن بدك يعني استنى لحتى يعمل غطى على قلبي. غمي يلا شيلوه على المستشفى لشوف. نشيله نشيله شيلوه خلصوني. منيح لي ما اخذنا النقاله، ساعدني سهري. لسه بده يرجع يقعد بالمستشفى شهر مرت عمي. اخ مبليين برجال بهالعيله، كل واحد احول من الثاني. يعني انا حيوان امي؟ ما حدا قرب صوبك انت. معناته انا قصدي يعني. لا انت ما صدقتي، انت انكسرت حتى ما عدت اقدر ربيكي. ليش وقت كنت بصحتك وعافيتك الكاملتك كنت مربينه؟ خلص مرت عمي لفيها بقى. ما بدي لفها، بق الدم من عيوننا حتى جمعنا المصريات، عمل العمايل حتى اقنعنا نشتري له طرطيره، اشترينا له بطيخه بدل ما يروح فيها على الشغل لعب بعقلنا كلياتنا واخذ درس ايران. انت حالي بشممكم الهواء. شممتنا منيح. هلا انا اول واحد بيعمل حادث يعني؟ ما حلي لك ترجيني انك بتسوق بايد وحده بالطرطيره الا فوق الجسم، سددنا كلياتنا من فوق لتحت. قومي زهراء قومي قبل ما يعلق ضرب البوكس. لا تتركوني لحالي، هلا بتستفرد فيي وبتستقوي علي. لا تخاف عمي ابو طمزه، مرت عمي بتموت بدباديبه، ما تسخفي. قوم وخذ مرتك معك، مو ناقصني ابتلي بحدا الليل.